يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقامت إحدى حلق تحفيظ النساء في القرآن أقامت حفلا في أحد الجوامع، يقول في اليوم الختامي تم تكريم الحافظات وكان منهن معذورات حيض، اعتزلنا المسجد وجلسنا عند مدخله. السؤال: هل يجوز مرور إحداهن لاستلام شهادتها والخروج مباشرة؟ لا بأس بذلك، دخول الحائض المسجد ليأخذ حاجة ولا تجلس لا مانع من ذلك، إلا عابري سبيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد وهي حائض، فمرور الحائض أو الجنوب مع المسجد مجرد العبور لا بأس به. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم.